أجريت آخر حركة تعيينات للمحافظين في مصر قبل 10 أيام تقريبا، في نفس اليوم الذي أدت فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وكان من المحافظين الجدد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون سابقا، والذي تولى منصب محافظ الدقهلائية. بشر المحافظ الجديد مهام عمله، ومن أول ما قام به جولة تفقدية لمركز أجا الواقع في نطاق محافظته. ولكن هذه الجولة أثارت كثيرا من الانتقادات للمحافظ الجديد بعد أن تتبع إحدى السيدات حتى اقتحم منزلها وأمر الفريق المرافق له بتصويرها لشكوكه في مخالفتها نظام الحصول على الخبز المدعوم والحصول على حصة زائدة عن حصتها. لنشاهد الفيديو. صور يا هيثم. بعد هذا الفيديو مشاهدين، أمر المحافظ بمصادرة كيسين من الخبز قال إنهما زائدان على حصتها القانونية دون التحقيق حتى في الأمر، ووجه أصحاب المخابز إلى عدم صرف حصة الخبز المدعوم إلا لصاحب البطاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. الحكومة المصرية حددت حصة الفرد من الخبز المدعوم بخمسة أرغفة يوميا، أي بما يعادل 150 رغيفا شهريا لكل فرد، ويجري تنظيم ذلك من خلال نظام بطاقة التموين التي تصدرها الحكومة. وفق اللائحة المنظمة يحق للشخص صرف حصة 3 أيام من الخبز مرة واحدة. فمثلا لو أن البطاقة مقيد بها 4 أفراد وكل فرد له 5 أرغفة يوميا بإجمالي 20 رغيفا يوميا، فيمكن أن يحصل صاحب البطاقة على 60 رغيفا مرة واحدة. وهو الأمر الذي دفع كثيرين للاعتقاد أن السيدة وغيرها من المواطنين يقومون بصرف حصتهم دفعة واحدة كل 3 أيام، أو ربما بعض الأقارب والجيران في الأرياف والأحياء الشعبية يقومون بتكليف أحدهم بأداء هذه المهمة، معتقدين أن التصرف المحافظ مع هذه السيدة وغيرها بهذا الشكل هو أمر مبالغ فيه بعض الشيء. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع الحادثة. لنقرأ البداية مع الفنان المصري عمرو واكد، والذي قال: لا يوجد في القانون ما يسمح لأي محافظ بمصادرة طعام المواطنين في منازلهم. أما الكاتبة والصحفية المصرية شيرين عرفة فقد قالت: خرج ثالث أعلى مسؤول في البلاد في موكب ضخم تكلف عشرات الآلاف من الجنيهات، ركب سيارته الفارهة والتي تقدر بالملايين مع حراسه ومع إعلاميه ليصوروه وهو يقوم بعملية بطولية تتبع فيها امرأة فقيرة كانت تقف في طابور العيش ليقتحم بعدها منزلها المتهالك دون وجه حق، ويهتك سترها بلا استئذان ويصادر 4 أكياس خبز ثمنها 80 جنيها، فأعادهم لخزينة بلادنا. بينما قال الناشط السياسي ياسر الهواري: مش قادر أتجاوز الفيديو ده، سيادة اللواء المحافظ ملفتش نظره البؤس والشقاء والفقر اللي عايشين فيه الناس اللي دخل في بيوتهم ويفتش على كم رغيف. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية مشاهدينا كانت قد رفعت سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 إلى 20 قرشا بدءا من يونيو الماضي، وهو ما أثار انتقادات الناشطين معتبرين أنه قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لدى الطبقة الفقيرة من الشعب.